والناس كيجيو كيفطروا في التيران كيضحيو وتجي تزيد عليهم هذا، ولو كاع زدتي عليهم ماشي مشكل تزيد عليهم كاع تقولوا بدي راه زدت، ولكن الطريقه ديال تحقر الواحد اللي ما عندوش الثمن اللي خلى لا شوف كاين الثمن وكاين كاين لا مانيير وكاين شورتو كيفاش كتجاوب معاهم. اللي ما عندوش فلوس يبرك في دارو يتفرج دارو، راه هذوك الناس اللي ما عندهمش فلوس هما اللي خلاو الكره واقفه وعايشه في المغرب، هما اللي كيعمروا راه هما اللي عمروا لي تيران، راه هما اللي ملي الرجاء كانت في ازمه ولا الوليد كانت في ازمه كانوا كيجيو كيدعموا الفريق ديالهم. دونك ما خصهمش يتحكروا.